بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. خلاص إن شاء الله غدا في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ما بين النادي الأهلي بطل إفريقيا ونادي بالميرس بطل أمريكا الجنوبية. كل الأهلوية ينتظروا هذه المباراة. مش هنتكلم عن المباريات السابقة أو عن المباراتين السابقتين، ولكن النهاردة هيكون كلامنا أكتر طبعا عن مباراة غدا إن شاء الله. هيكون معايا في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معايا طبعا كريم سعيد وأحمد ثابت، هنتكلم عن كل نقاط الضعف وكل نقاط القوة اللي موجودة في نادي بالميرس، واحد من أهم وأكبر الأندية في أمريكا الجنوبية وفي البرازيل طبعا. زي ما حضراتكم عارفين المباراة دي إن شاء الله هتحدد المركز الثالث والمركز الرابع. مين اللي بيستنى الماتش ده؟ كل جمهور النادي الأهلي ينتظر هذه المباراة، وينتظرها لأن إحنا عنينا على المركز الثالث، حصلت قبل كده في 2006، ويتمنى كل جمهور النادي الأهلي أن تحدث مرة أخرى إن شاء الله في 2021. ولكن هناك البعض من لا يشجع النادي الأهلي ينتظروا هذه المباراة. مستنيينها ليه؟ مستنيينها علشان يشمتوا مرة تانية، الكلام اللي إحنا قلناه امبارح مرة تانية، يشمتوا أو يتريقوا أو كذا أو كذا أو كذا. الحقيقة الكلام ده كله بالنسبة لنا لا يؤثر. النادي الأهلي لعب في مونديال الأندية، النادي الأهلي لعب أولى مبارياته وفاز عبد الحيل في عقر داره، لعب المباراة الثانية أمام بايرن ميونخ أدى بشكل معقول وجيد من الناحية الفنية، ثم المباراة الثالثة. المباراة الثالثة إن شاء الله هتتلعب بكرة. حضراتكم مستنيين، اللي هو طبعا اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي مستنيين ايه؟ مستنيين ان النادي الاهلي عايزينه يتغلب بكره، وعايزينه يتغلب ويتهزم بكره علشان يقدروا يحفلوا ويتريقوا ويتكلموا الكلام اللي كان بيحصل خلال الايام السابقه. ولكن ان شاء الله بكره كل المجموعه اللي موجوده، اللي يلعب اللي يلعب، حسين الشحات مش موجود، كهربا مش موجود. النادي الاهلي النهارده هقول لحضراتكم في الاخبار بعت ان هو ما عندوش اي مشكله في قرار الفيفا، وان النادي الاهلي بيحترم، ولكن اللي حصل ده بيحترم قرارات الفيفا، ولكن اللي حصل ده اتعمل بشكل عفوي من حسين الشحات ومن محمود كهربا. ولكن يلعب اللي يلعب. حسين وكهربا طبعا اتنين من اللاعبين الكبار اللي موجودين في النادي الاهلي، ولكن هناك قائمه تضم عدد كبير من النجوم، 23 لاعب منهم اتنين بره، وبرده هنتكلم عن موضوع علي معلول في وقته. ولكن يلعب اللي يلعب، احنا ما عندناش اي مشكلة. جمهور النادي الاهلي ينتظر فريقه غدا ان شاء الله في تمام الساعة 5. المباراة هتبدأ في تمام الساعة 5 طبعا بتوقيت القاهرة. ما عندناش اي تفكير. انا هقول الكلام ده مرة تانية، وهقوله مرة تانية ليه يا جماعة؟ في فرق كبير جدا جدا ما بين اللي لبس شورت وفنيلة ولعب في النادي الاهلي، وما بين اللي ملبسه اساسا شورت وفنيلة.